السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آية إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل الجزء الخاص باللوك. المرة اللي فاتت عملنا الجزء الخاص بالمفصلة، لو ما شفتوش هتلاقي اللينك موجود في الديسكريبشن. يلا نبدأ. أول حاجة هنعملها زي ما احنا اتفقنا من المرة اللي فاتت، هنعمل اكستراكت للشامبو. وانترم عشان نعرف نعمل له اكستند بسهولة. بعدين اكستند. هاجي من هنا هعمل لوفت، هقفل الشنك بتاعي. بعدين من الفرونت هنرسم لاين مستقيم، واللاين التاني بعدين هنعمل تريم للجزء اللي فوق. الجزء اللي ده هننزل بس اوفست واحد، نعمل زبالت، نشيل زيادة. ده كده الجزء اللي هيبقى فيه اللوك بتاعي. هناخد الجزء اللي فوق ونعمل له اوفست سيرفيس 0.7 بالمنظر ده. ممكن عشان الحتة اللي طالعة فوق دي نيجي من هنا وننزلهم شوية. ودي ممكن نصغرها سكيل في 1D شوية. وهناخد الدايرة اللي عملنا بيها الاي دي بتاعنا وهنعمل اوفست 0.7. هنعمل اوفست للنقط اللي انا عملت بيها اللوك بتاعي، نعمل لها تريم. اخلي الخطوط كلها على مستوى واحد عشان اعرف اعمل لها جوين. من هنا بروجكت سي بلان، بعدين واير كت. بالمنظر ده اخر حاجة في الجزء اللي فوق ونكون خلصناه. عامل الفتحة بتاعت القفل ونعمل اوفست 2 ونعمل تريم. هنعمل واير كات تاني بس المرة دي هنغير الاتجاه، هدي اكس بس كده. هنيجي للجزء اللي تحت هنقفله، هنعمل باتش بالمنظر ده. ومن تحت هنفتح فيه بس فتحة صغيرة، هنعمل اوفست 0.7 تريم. دين ورقة والوضع زي. هنقطع بقى في الشنك عشان نرجعه مكانه. 0.2 بس عشان بس يبقى فيه انترسكشن. الواير كات عشان يشتغل معايا لازم اللاينين بتوعي يتأكد ان هما ماسكين في بعض. نختار الوضع هو.
ونرجعه مكانه. فاضل حاجة صغيرة قوي، نيجي من هنا نعمل لاين صغير بعدين نعمل كورة صغيرة، نيجي من تحت هنعمل دايرة بعد كده نعمل لها أقصى ونعمل لوف، واللاين الصغير اللي فوق ده هنعمل له باي. هنعمل لها اوفست ونحطهم في وسط اللوك بتاعي. اهم حاجه ان هما الاثنين يبقوا تحت بعض بالظبط بالمنظر ده. هنعمل بس البايب والدايره بتاعتي بوليون يونيون عشان يبقى بولي سيرفس، ما دلتوش بالغلط وانا بشيل السرافس الزياده في الفايل بتاعي. وبكده نكون خلصنا اللوك بتاعنا. ولو ما شفتش الفيديو اللي فات اللي بيشرح المفصله هتلاقي اللينك موجود في الديسكريبشن. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتعلم ازاي نعمل فيديو انيميشن للبريسلت زي ده. ما تنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، ولو عندك اي استفسار ممكن تسيبه في التعليقات وان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.